رغم بعض التباينات التي لا تزال قائمة، إلا أن الإيجابية هي الكلمة التي اختيرت لوصف أجواء اجتماع مساء الخميس بين ممثلي الكتل السياسية لمعالجة قضية سلسلة الرتب والرواتب. فالاجتماعات ستبقى مفتوحة وصولا إلى حل نهائي للملف. كل طرف قدم طرحه ووضعه على طاولة البحث على أن يجري كل مشاورات مع فريقه السياسي ويقدم الرد في أقرب وقت ممكن. أبرز النقاط المطروحة خفض السلسلة تقسيطها وزيادة نسبة 1% على التفئة، وهي النقطة التي لم يتحقق الإجماع عليها بعد، ولا سيما بين المستقبل وأمل. طبعا مش كل اللي بالاجتماع متفق عليها، لكن هذه الطروحات كانت موجودة على طاولة البحث، ونحن رأينا بموضوع التفئة واضح منذ البداية. هذه الضريبة هي عادلة أو أعدل ضريبة ممكن تطبقيها، لأنه بطال الدخل بنسبة الإنفاق مرتبطة بالإنفاق، ومعظم الإنفاق للفئات الفقيرة هي معفاية من الضريبة على القيمة المضافة. ثاني شيء موضوع التخفيض على الكل، هذا مطروح من زمان من اجتماعات سابقة أنه لابد من تخفيض معين. الكل وافق امبارح على التخفيض، يعني الكل بجو الإيجابي بالنسبة للتخفيض، والتقسيط الكل بجو إيجابي على التقسيط. طيب إذا كنواب وككتل سياسية توافقتوا على هذه النقاط، هيئة التنسيق ترفض، كيف بدها تنحل يعني بين السياسيين وهيئة التنسيق؟ هيئة التنسيق واجتمعنا معهم، يعني رئيس السنيورة اجتمع معهم بوجودنا وشرح لهم الوضع المالي بالبلد. ما بدنا نعطي شيء بالإيد اليمين وناخده بالشمال، لأنه أي تضخم بده يصير بالبلد سيؤثر على ذوي الدخل المحدود. وسط هذه الأجواء، ما صحة الحديث عن إمكان عقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل لإقرار السلسلة؟ ونأمل أن يكون يعني الردود إيجابية ويصير التوافق اليوم بكرة. بدك 4-5 أيام لإعادة صياغة السلسلة بشكل القانوني، وفيها تنعرض على الهيئة العامة بأسرع وقت. ولكن إذا ما ظلت هيئة التنسيق النقابية متمسكة برفض التعديلات، فإن إقرار السلسلة لن يكون إلا عودة للنقطة الصفر.